اوكي يا ابطال، تعالوا تفضلوا وياي على الفطور. سويت لكم اليوم المزقوف العراقي، شوفوا له الصينية العملاقة من المزقوف، طبعا سمشتين المزقوفات على الطريقة العراقية وبالتتبيلة الرهيبة. رمضان كريم على الجميع، وخلونا نبدي ونشوف هذا المزقوف شلونه. يا الله تفضل. طبعا يا طماطم شوي، بصل اخضر مشوي، وعلى التمن بش بنت الحبة الطويلة. هذا السمك منزوع العظم ورهيب. يلا تفضل. شوفوا لي اياها، نبدي بسم الله. لا لا، كرفسات لك. شنو الطعم مال هذا السمك؟ شويه بي عظام، يلا ما يخالف. تعرفون المكبانجات يراد لها سمك ما بيه عظم، ما اريد نضيع وقتنا بالشوك وهاي الامور. هو بوه يقول هاي الكمية ويتمنى. هاي المنطقة الشحمية الدهنية. لك شنو طعمه بعد البخار بعد حر. شو اسولف لكم على الطعم يا ناس؟ اسولف لكم على هذا السمك التاريخي صراحة. واو، وين هاي التمة؟ شوفوا هاي المنطقة، شوفوا لي هاي بالله. اوكي اوبا. عظمة يعني بي وحدة اثنين. البصل مكسر. هنا أنا عندي مرقة سمك، اليوم طابخين بالبيت مرقة سمك بصراوية. واو، منو طعمها رهيب. انطوني منها شوية طبعا، خليها هنا عتمة حساء السمك، خليه هنا من هاي مزقوف مشوي. طعم خيالي يا أبطال، راح أتم استمتع. ما جبت ليمون، نسيت طبعا. شنو هاي المرقة؟ مرقة السمك رهيبة. قولي شوف اخر، رهيب طعمه، رهيب. طعمه ممتاز.
أول سمكة على وشك الانتهاء، وبدك ما تخلص صراحة. المنطقة الدهنية هنا وش فيها بالكامل، والرأس شو نسوي له؟ سوي له فقرة شيء، يعني هالشكل يمر مرور الكرام على أمير بروز. لا لازم يتمصمص شوي ويتعضعض وينذب على صفحة. نعم هاي الشون تعرف، هاي الشون جاءت أدنى السمكة الأولى مثل ما جاي تشوفون، ما أريد بعد نضيع وقتنا. أوه ظلت بس جيلد. تفر لنا الثانية يا أمير بروس تدللون. واو نعم فوريا اوبن تحفة. طبعا هنا عندي هذا الطرشي، مو طرشي وانما مخلل، مخلل اسيوي الخس ما ادري شنو هو الاسيوي مخللينه، مسوي لك اياه بهاي الكيفيه، لقيته اليوم وجبته. اوه ريحته حامض رهيبه، يعوض عن الليمون مثل ما جاي تشوفون بالصلصه الحامضه، بالخل الحامض اقصد، او الماي الحامض، بالفلفل حار هذا. اوه بفلفله، بفلفل هاي خلونا بعدين ناكله. اوه شوفوا لي يا ورق ورق، هذا هالشكل تطلع بي مثل ما تلكمشي، مدري شنو اللهانه الصينيه هاي يسموها، لهانه صينيه هالشكل، مخلي لك اياها تخلل بالخل والترتيبات. هذا شكلها الشكل، يعني واو او واو اتس ريلي جود. او سبايسي شوي. رهيب رهيب. همين انطونا قطعة سمك هنا. هذا نوع ثاني من السمك وبيشوك، نجربه وياكم نسوي له ريفيو. نعم هالشكل سمك ممرق، واو بيشوك هذا بس يلا. الطعم يا ناس في المنطقة الزيتية هاي هنا. واو يلا نزلت كم فيديو مصورين قديمات يم اخوي ومدري وين وراي شباك نهار، هاي قبل رمضان مصور هنا، يعني فيديوهات قديمة عندي ظلت انزل بيهن. مو قديمة يعني، لا يعني قبل رمضان بيومين بثلاثة هيك، يعني بكم يوم. Mm.
اخي شنو التتبيله مال هذا السمك؟ تريد مكسب موجود، تريد دهني موجود، بيها مناطق مناطق، كأنما جاي تنوع تاكل أكثر من نوع سمك. رهيب صراحة، هذا يسمونه سمك اللبن يعني. جربوا. شوكة. ثانية. إذا بقي لي شوية من غير مرقة، مرقة رهيبة يا ناس. جهة أدنى ما قاعد يشوفون، بقت بس جلد. طعمها حلو حامض سبايسي شوي. هاي شنو فيلم؟ شو ما استخدمتها؟ القشر. قلنا والله هاي المرقة هنا حلو. عندنا شوي اسماك بعد، اسماك مرق. اوه هاي القطعة جو. واو نعم رهيب رهيب رهيب. ويا الجلد مصدف ورهيب. بيها شوك هاي النوعية طبعا ما منزوعة. جيد ممتاز. شلنا الاسماك هنا، شوف خاف شوكه شي. هاي وحده. حلقي وحده.
غير ونعم. صب لنا امراق امراق امراق. اوه اكسكيوز مي. يمكن بلعتني وحده. بما انه بعد جايب القلاص وبيثلج عندي هنا هاي المشروبات بالحبيبات بيزل سيتس بذور بالبذور بذور البيزل شنو البيزل بقدونس معدنوس ما ادري المهم بذور بذور البقدونس. اوه فتحت هذا ذاك شنو ذاك مانجو هذا هاي الفاكهة ليتشي فليفر لايتشي يلا نجرب وياكم شوفوا لي لونه
حلو. ممتاز صراحة. جرب الثاني مانجو. شوف المانجو نسوي ريفيو همين. اوه اللون رهيب. الله انا عشاق بلنجو ما في اسمه. شكرا على المشاهدة.